والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ألف تحية لشهدائنا الأبرار، ألف تحية لعوائل شهداء الأبرار، ألف تحية لكم، ألف تحية لكل من شارك في هذه المسيرة ألا وهي ذكرى عيد ميلاد الشهيد الشهيد علي عبد الغني. يعني خاطرة في حق الشهيد. آه يا أمي، الأم تتذكر ابنها بعيد ميلاده، وأنا أتذكر بيوم استشهاده، واذكر طيحته على الغبرة رافع ايده والقلب فايض بحسرة. ذكرت بعدها سيدتي فاطمة الزهرة، طاحوا ولادها ودمعتها تسجف العبرة. يا يما ادري يصعب عليك فرقاي، بس رفعي راسك وربعي اليوم كلهم وياي، جايين بعيد ميلادي يهنوج ومنيتهم يكونون معاي، واخوي معاهم خلف القطبان قريب رجعته مع الشبان، وانا رجعتي بتكون بظهور الحجة وبعم السلام. رسالتي لجيرتي فرحوا وهلهلوا وابعدوا عنكم الاحزان، النصر حليفكم وبدماء الشهداء سوف نمحي الظلام. من كلمات والدة الشهيد علي عبد الغني، الفاتحه لارواح الشهداء الابرار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكم.